إزاي تحمي نفسك من العلاقات الحرام؟ إزاي تحمي نفسك من العلاقات الحرام؟ أقصد بالعلاقات الحرام تطور العلاقات لغاية ما توصل والعياذ بالله إلى الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكلمة ساء سبيلا والله شفتها بعناية في كل حد مر بتجربة سيئة زي دي. يعني إيه ساء سبيلا؟ لازم نهايتك وحشة، لازم مصيبة، لازم هتتخبط مصيبة في حياتك موجعة، إلا لو تبت، إلا من تاب. لذلك الآية بتقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. صلح بقى، صلح. لكن فكرة إن العلاقات الحرام لازم تنتهي بلوى في حياتك، لازم هتتخبط، يا إما يحصل لك مصيبة، يا إما تفقد لازم هتتوجع، لازم هتدفع التمن. مفيش حاجة من غير تمن، مفيش ذنب كبير زي ده من غير تمن. وكأن المعنى اوعى من السكة دي. أكتر ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى أنت رحت في السكة دي، السكة دي غضب ربنا شديد شديد شديد، ولازم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، والعقوبة هتوجعك وهتوجعك جامد إلا لو تبت. فكرة احمي نفسك من العلاقات الحرام، أحيانا تلاقي كتاب أجنبي تروح على شلف وتشده في مكتبة أجنبية، إزاي تحمي نفسك من الخطأ الفلاني. لكن الحقيقة أنا مش هقول لكم على كتاب، أنا هقول لكم على صورة في القرآن. امسك الصورة دي، لأن الصورة دي هي مخصصة إزاي تحمي نفسك من الوقوع في هذا الذنب الكبير الزنا. صورة إيه؟ صورة يوسف. إزاي تكون زي سيدنا يوسف؟ إزاي ما تكونش زي امرأة العزيز؟ القصة رائعة ورهيبة. وصعب يا جماعة إن إحنا ساعات نتخيل إزاي القرآن بيتكلم على واقع الحياة بالوضوح ده، بس بمنتهى النقاء ده. لأن أحيانا السينما تقولك أنا بحكي الواقع وتقدم لك مناظر وشكل رديء، لكن في الآخر تطلع من الفيلم أو من الفيلم اللي تفرجت عليه متعلق بالحاجة الحرام. لكن قصة سيدنا يوسف بتحكي لك الواقع بمنتهى التفصيل، لكن وانت بتسمعها تحس انك عايز تبقى سيدنا يوسف. قال معاذ الله، أنا أعمل كده؟ لا يمكن، أنا عندي تقوى لله. ايه قصة يوسف؟ قصة يوسف وصورة يوسف لما تتأملها كويس تبص تلاقي ان سيدنا يوسف عنده كل المبررات انه يقع في الخطأ. شاب اعزب، جميل، غريب، مش في بلده، ما حدش شايفه. اللي بتدعوه واحدة جميلة جدا، امرأة العزيز، وهي اللي بتجري وراه مش هو اللي رايح لها. وبعدين هي مقفلة المكان تماما وغلقت الأبواب، مش قفلت الباب، غلقت بالضبة والمفتاح، مش باب، الأبواب. يعني يقدر يعمل اللي هو، وهي اللي بدرت وقالت له هيت لك. في أكتر من كده تعرض إنك تقع في الخطأ؟ إزاي هي عملت كده؟ تصرف قبيح. هل ممكن المرأة أو البنت تنزل للمستوى الدنيء ده، إن هي اللي بتعرض نفسها؟ ولذلك شكلها بقى رديء جدا، بقت كل البلد بتتكلم عليها. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. إيه الوحشة دي؟ إيه المستوى الرديء ده؟ ولفت الدنيا وما كانش لها حل غير إنها تتوب في الآخر. قالت الآن حصحص الحق، بس بعد سنين طويلة. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هو صح وأنا اللي وحشة. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي، إن ربي غفور رحيم، يا رب اغفر لي. نجت بإن هي تابت إلى الله. لكن سيدنا يوسف إزاي حمى نفسه؟ إزاي بقى قوي؟ أعمل إيه عشان أبقى قوي زي سيدنا يوسف؟ أول حاجة إنك تاخد قرار بينك وبين نفسك قبل ما توصل للمرحلة دي بكتير، إنك هتتقي الله. يعني إيه هتتقي الله؟ أنا معاك يا رب، أنا حبدأ أركز إن يبقى عندي ورد استغفار كل يوم بستغفر ربنا. الاستغفار كل يوم هيخليك دايماً فاكر أنا عايز أتقيك يا رب. فلما تقع قدام موقف خطير زي ده ما تضعفش. ما اللي يقويك إيه؟ إن ربنا معايا دايماً. لولا أن رأى برهان ربه، في آية بتقول كده. يعني إيه رأى برهان ربه؟ ربنا فكره ما تعملش كده هغضب عليك، أو ربنا فكره برهان ربه إيه؟ هتخش الجنة وحرفع مقامك، أو ربنا فكره بإيه؟ هحفظك. تقدر لو فضلت بينك وبين ربنا استغفار وعلاقة حلوة، ساعة الذنب الكبير هو اللي ينجيك ويطلعك زي الشعر من العجين. ما يحصلش، تخافش، مش هتقع. ليه؟ عشان أنت بينك وبين ربنا رصيد هيحميك. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. والله يا جماعة عايز ما تقعش في الذنب ده تحمي نفسك، الحكاية دي. الحاجة التانية الجميلة جدا انك تاخد قرار، انا عمري ما هخون بني ادم. اصلا خيانة، اصلا مش خيانة لانها متجوزة، طبعا دي بلوى اكبر من البلوى، لكن خيانة لابوها وامها.
لكن خيانة ليها شخصيا ان انت عملت معاها كده لان انت هترميها بعد كده، لكن خيانة لابوك وامك وخيانة لنفسك وخيانة لجوز المستقبل لو عملتي كده. اوعى تخون، مسألة الخيانة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء. الناس اللي خانوا حد لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان، دي الخيانة اللي عملها فلان. تخيل تيجي يوم القيامة الفضيحة ماسك يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أنا ما بخونش، وده يبقى مبدأ value principle جواك، أنا ما بخونش أبدا، مش هتقع في الذنب. يبقى يا إما تقوى الله، يا إما ما بخونش، يا إما عارف إنك لو عملت كده في مصيبة جاية لك فتخاف. وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا. الفكرة دي إنك تقوي نفسك داخليا قبل ما توصل للحرام بتقوى الله، بفاليو اسمها ما بخونش تبقى رسخة جواك، يا إما بالخوف في مصيبة هتحصل لك سينتقم منك هيرجع فيك، لازم 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 هتتعاقب عقابة موجعة بالذات على هذا الذنب. ربنا بيسامح على حاجات كتير إلا ده، لازم تتوب أو لو وقعت فيه استحمل اللي هيجرى لك. يا شباب وبنات، إلا الذنب ده، لا يا رب لن أقيم علاقة حرام أبداً، وارزقني زوجة صالحة، وارزقني زوج صالح، وخليني نقي لغاية ما أقبلك، أو توبة شديدة إلى الله. شكرا يا جماعة.